دكتور، عايزين نبدأ دلوقتي بأول سؤال عندنا اللي كنا اتكلمنا عليه في المقدمة. لمدة سنين طويلة كنا بنعتقد أن آلام العمود الفقري مرتبطة بالسمنة، أو أن السمنة هي العدو الأول للعمود الفقري، لكن في الفترة الأخيرة ظهر اللي بيقولوا عكس كده، وبيقولوا أن بالعكس الأكثر نحافة هم اللي بيصابوا بالآلام دي. فإيه رأيك دكتور؟ الحقيقة ده خطأ شائع، أنا بسمعه كتير جدا جدا في الإذاعات وفي التلفزيون. بيعتقدوا أن الزلق الغضروفي بيحصل نتيجة زيادة الوزن، وأن الناس البدناء هم اللي بينتهوا بالمشكلة دي. بس في الواقع احنا درسنا الموضوع في أمريكا بالتفصيل الشديد، ولقينا عكس المتوقع الحقيقة، أن الأكثر مريض صاب بالزلق الغضروفي هو المريض العادي جدا جدا اللي وزنه مناسب أو مثالي إلى آخر الكلام. هذا لا يعني أن زيادة الوزن كويسة للظهر، لا. احنا لقينا يعني كونترست، أو لقينا تناقض شوية، لقينا أن الزلق الغضروفي ما بيحصلش نسيسيرلي في الناس اللي هم وزنهم زيادة أكتر من الناس العاديين، لكن الناس اللي وزنهم زيادة بيشتكوا أكتر من مشاكل العمود الفقري. وده بيفتح موضوع أكبر جدا، لأن مشاكل العمود الفقري من مشاكل كثيرة جدا جدا وأسبابها متعددة جدا، والزلق الغضروفي لا يمثل إلا جزئية بسيطة في الـ في الـ في الـ هذا المشكلة، يعني هذا الموضوع. فلا انا مش يعني مش في صف زياده الوزن ولا حاجه، ولكن الدراسه العلميه اثبتت ان زياده الوزن ما بيزودش الاثاره للزلق الغضروفي. طيب معانا اول اتصال. الو الو، ايوه مساء الخير. مساء النور، ممكن اتعرف على حضرتك؟ مدام نجلاء. بتكلمينا منين؟ من القاهره؟ من اسكندريه. من اسكندريه، اهلا بك يا مدام نجلاء، وتفضلي سؤالك. انا عايزه اسال الدكتور لو سمحت عن سبب الام اكثر الظهر، بعاني منه الصراحة بقالي سنين دلوقتي ومش لاقية له علاج خالص. رحت العظام ورحت المخ واعصاب، ففي واحد قال لي ان في عندك الفقرة نمرة 5 هي اللي تعبانة وعاملة لك التعب ده، وفي دكتور قال لي عندك عيب خلقي في ظهري. وفي تلك الحالتين انا مش مرتاحة برضو، يعني كذا دكتور قال لي مفيش عندك حاجة، بس انا الام ظهري بتتعبني قوي بالتوطية بالوقفة الكتير، لو شلت حاجة تقيلة كده، حتى لو مشيت كتير بلاقي أكثر الظهر ده وجعني قوي. عايز أعرف إيه السبب من الدكتور. هو قدامك، لا انت صوتك مش كبير قوي. انا عمري 28. 28، اه مش كبير قوي. والالام دي في ظهرك بس ولا بتنزل في رجليكي كمان؟ لا، هي ما فيش الام في رجلي، انما الالام دي في ظهري بس وتعباني جدا. اكتر وقت بتحسي في الالام لما تقومي الصبح من النوم ولا في نهايه اليوم خالص؟ بصراحه لو عملت مجهود، لو وقفت كتير، ساعات اقوم من النوم الاقي ظهري وجعني. حتى في النوم ساعات ما برتاحش لا عليه ولا على اي جنب، بيبقى تعبني. وانت قلتي مش كده بقى لها كذا سنه دلوقتي، مش كده؟ اه. طيب دي حاجه كويسه، على اي حال حاجه مطمئنه ان شاء الله ما فيش اي حاجه خطيره ولا حاجه، ولا اذا يعني دي معناها انها حاجه مزمنه. ان شاء الله ان شاء الله ما تبقاش حاجه خطيره خالص. الدكتور هيرد عليكي دلوقتي يا نجلاء. طب مع السلامة. اتفضلي يا دكتور. طب حياتك يعني تقول لها ايه او تنصحها بايه؟ والله طبعا هو لازم تتفحصي فحص دقيق جدا جدا، متأكد ان الاعصاب المغذية رجليكي اللي نازل من الظهر في حالة جيدة ومش مضغوط عليها. لازم نشوف اشعاعاتك ونشوف ايه العيب الخلقي اللي موجود ده. طبعا ممكن جدا يكون عيب خلقي، واللي منتشر حقيقة في السن ده بيبقى كسر خلقي او عدم لحام في الجزء الخلفي من الفقرة مع الجزء الامامي منها، اللي انا معلم عليه بالعلامه الزرقاء دي، اللي هي تاني فوكس هنا لو سمحت، اللي هي المنطقه دي. ده تقريبا من اشهر الاسباب للالام اللي زي بتاعتك دي. اذا كنت انت تقولي ان في عيب خلقي، فده اشهر عيب خلقي ممكن ان هو يسبب المشكله دي، اللي هو عباره عن كسر او عدم لحام في المنطقه دي. وده الحقيقه بيبقى وراثي وبيمشي في العائلات، موجود في عائلات يعني اسره واحده تلاقي فيها 2 أو 3 مصابين بيها، وعلاجها بسيط جدا جدا. طبعا مش بنبتدي بالجراحه، لا بنبتدي بالعلاج الكونزرفتيف او الغير جراحي او التحفظي. بنديكي تمرينات علاج طبيعي لتقويه عضلات البطن وعضلات الظهر، لان طبعا عضلات البطن والظهر مهمه جدا جدا في اتزان الفقره في الحالات اللي زي حالاتك دي، عشان تمنع الفقره انها تتزحزح على اللي تحتها وتضغط على الاعصاب وتسبب لك الالام دي. ده سبب الحقيقه. السبب الثاني واللي ممكن جدا وارد في حالتك، ان انت بتستخدمي ظهرك بطريقه غلط، بتنامي بطريقه غلط، بتقعدي بطريقه غلط، بتشيلي بطريقه غلط،
بتركب عربية مسافات طويلة، الحاجات دي لما تبقى بتتكرر كتير بتعمل تمزقات مزمنة في العضلات وفي الأربطة بتاعت أسفل العمود الفقري، وبرضو بتصيب المفاصل الخلفية اللي مهمة جدا جدا لاتزان الفقرات دي، وبتسبب ألم طبعا لأنها متغذية بالأعصاب. فالحقيقة الموضوع أولا مطمئن، لان يعني بقاله كذا سنه، ولو حاجه وحشه ما كانش طال كذا سنه. الحاجه الثانيه ان سنك في صالحك، وان شاء الله بالعلاج الصح في من البدايه ان شاء الله تتخلص من مشكلتك دي، بس لازم طبعا تشوفي دكتور عظام او دكتور مخ واعصاب وتبتدي مع العلاج ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا معاكم على الهواء في انتظار مكالمات جميع مشاهدينا.